أهلا بكم إخواني أخواتي، أهلا بكل من يحب قناتي، أهلا بكل من يتابعنا، وحياكم الله إن كنتم جداد في هذه القناة. إن شاء الله الجميع يستفيد. الكثير منا يعاني التحسير في الأرزاق، فالأبواب مقفلة في وشه، مع أنه إنسان تقي بيصلي بيدعي ربه، بس الأمور ما تمشي معاه زي ما هو يحبها. في كثير من الناس تعاني من عدم الإنجاب، في كثير من الناس ما عندها وظائف ولا عندها بيت ورزقها ما يكفيها حتى، وفي ناس ما عندها الصحة، وهذا الأهم اللي راح نحكي عليه موضوع اليوم. أنا أدخلت هذا الفيديو عشان ربنا إذا دعيت به يمتحكم بالصحة والعافية والأرزاق وعيش السعداء والنصر على الأعداء بإذن الله تعالى. فالأرزاق أنواع: أرزاق ظاهرة للأبدان كالأقوات والنعم، وأرزاق باطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. فمنها من يرزقنا ربنا سبحانه وتعالى الذكاء، البداهة، العلم، كل واحد وكيف كان رزقه. أردت أن تكون عالما، غنيا، مرتاح البال، ما عليك إلا تطبق هذا الوصفة أو الطريقة اللي أنا رح أعطي لك فيها. هناك رزق حسن، وهو ما يصل إلى صاحبه بلا كد ولا طلب، يعني الله سبحانه وتعالى يفاجئك به، زي الهبة، زي مثلا ميراث، زي أنه ربحت فيها نصيب، شيء كده غير متوقع نهائيا، أنك فزت بأي شغلة، ربنا تلاقي كنز مثلا. فهذه الأرزاق، وفي أرزاق نتعب عليها ونكد علشانها بس نبغى بركة فيها عشان ربنا يكفينا أن نحوج أنفسنا إلى الغير. أسباب الرزق كثير، فيجب أن نحافظ عليها وأن يعطينا ربنا الصحة والعافية والبركة في الرزق. فلها شروط وأسباب لازم نسويها: التوحيد لله، هذه من الأسباب، الحفاظ على الصلاة، تقوية أنفسنا مع الله، والتقوى أكثر شيء، الإكثار من الاستغفار والمداومة عليه، نتوكل على الله في جميع الأمور، عدم إهمال صلة الرحم، إياكم إياكم أن تتخاصمون، اللي عنده أخت، اللي عنده أم، اللي عندها ولد، اللي عندها، يتفادوا هذا الخصام لأنه يقطع الأرزاق، والله يقطع الأرزاق، وهو سبب في الأمراض، سبب في عدم نجاح الأولاد، سبب في إهمال حياتك وتدميرها. صلة الرحم توسع كل أبواب الأرزاق، الإكثار من الصدقة، إن قدرت وإن عندكم شيء حتى لو بموية تطلعونها برا للطيور، فسبحان الله هذه كمان صدقة. وإن قدرت الحج والعمرة إذا ربنا يسر الأمور إن شاء الله للجميع، والزواج إذا كنتوا شباب ومقدورين، يعني ليش ما تتزوجون عشان ربنا يفتحها عليكم، المداومة في الدعاء والطريقة اللي راح أعطيك بدون إطالة. إذا أردت أن تفتح لك كل الأبواب المغلقة، ما عليك إلا تتابع هذا الفيديو أو تتابع الفيديوهات اللي أنا نزلتها من أول في طريقة فتح الأرزاق، في فيديوهات كثيرة وصفات كثيرة أنا حنزل لكم قريبا. المهم بدون إطالة بقول لكم، وانتوا على وضوء سيدتي أو أختي الكريمة أو أخي الكريم، لازم تجربون هذه، مش تجربونها يعني، هذه أكيدة 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 مش مجربة، لأنها بالقرآن الكريم، والتوجه يكون إلى الله سبحانه وتعالى بعد الساعة 12 بالليل. ليش بعد الساعة 12 بالليل؟ بعد ما كنا صلينا العشاء، لأنه يكون في هدوء، ما يكون في فوضى برات في الشارع مثلا، يكون هدوء في البيت. وأصلا الثلث الأخير من الليل يكون الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وإن شاء الله يستجب لكم يا الله، يا ربي يا كريم، يستجب لكل واحد يا ربنا ويرزق الجميع. فهذا الوقت التحديد منه والغاية منه، يعني في أوقات استجابة للدعاء، هذا أحسن وقت تصلون ركعتين لاستجابة الدعاء، يعني لقضاء الحاجة، نيتكم هذا الركعتين لقضاء الحاجة. تصلوا الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الإخلاص، الركعة الثانية بالفاتحة وسورة القدر، وتسجدون وتدعون ما شئتم بأي طريق، أهم شيء باسم الله العظيم الأعظم، وتكملون بأي لهجة أنتوا تبغونها، يعني حسب كل واحد، حتى لو أخذ منكم ساعة دعاء إن شاء الله ما تنسون شيء، ادعوا لغيركم عشان ربنا يستجب لكم. لما نخلص الدعاء وخلاص خلصنا الصلاة ركعتين وسلمنا وكل شيء، وإحنا على السجادة، أختي تكوني مغطية شعرك وأكيد أنت على الصلاة يعني طاهرة، وأخي الكريم أنت على طهارة، تقدر تسويها لنفسك أو غيرك، يعني مثلا الزوجة تسويها لزوجها، لأولادها، لأي حد، بنية أنه مثلا الشفاء، فتح الأرزاق، أنه ربنا يرزق زوجها وظيفة أو بيت وزي كده. أوكي اتفقنا. لما نخلص نقرأ سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك لين الآخر، آياتها 8، آيات السورة 8، تكرر السورة 7 مرات، نخلص الصورة وندعي ربنا بعد زي ما تحبوا. إذا ما أردت الدعاء، يعني الدعاء راح يكون قبل الصورة،
الصورة 8 آيات رح نقراها 7 مرات، يعني نخلص الصورة ونرجع نقراها، نخلص الصورة ونرجع نقراها لين نخلص الصورة. نستغفر الله سبحانه وتعالى ونصلي على النبي، وإن شاء الله يستجب لكم من أول جلسة، يعني من أول صلاة، إلا ما تقومون الصبح والبشارة عندكم، بس استاهل منكم تشجعوني وتنزلوا تحت وتسووا لايك. استودعكم الله وأشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله.